بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. راح تكون هاي المحاضرة بس مش مراجعة سريعة لمحاضرة رقم 8، زي بس تذكير بأهم النوتات فيها. ليش السبب؟ السبب بأنه زي ما شفت المحاضرة كانت عجقة، بوعدكم الفيديو ما يكون طويل. بأكد هاي مش مراجعة، هاي فقط محاضرة تنظيم أفكار، بس محاضرة تنظيم أفكار، تمام؟ فركزوا معي إن شاء الله، يعني ما راح أطول فيها المفروض. ركزوا معي، يعني انتم هون بهاي المحاضرة ركزوا معي أكثر من اللي مكتوب، تمام؟ طيب نبلش. المحاضرة بتحكي أو كبداية بتحكي عن الفينوس ريتيرن، بتحكي عن العوامل اللي بيعتمد عليها الفينوس ريتيرن. احنا بنعرف ايش هو الفينوس ريتيرن؟ ببساطة هو الدم اللي بفوت القلب للرايت أتريوم، خصوصا إذا احنا قاعدين نحكي عن السيستماتيك سيركوليشن، فهو عبارة عن الدم اللي بفوت القلب من الرايت أتريوم. العلاقة اللي كانت موجودة معكم بالسلايدات إنه الفينوس ريتيرن يساوي الام المين المين سيستماتيك فيلينج بريشر ناقص بريشر الرايت اتريوم على ريزيستنس الفينوس ريتيرن، على الريزيستنس يعني خلينا نحكي عنها هيك، تمام؟ المحاضرة ببساطة كانت قاعدة بتحكي عن هاي وبتحكي عن هاي وبتحكي عن هاي، تمام؟ يعني احنا بدنا نفصل كل واحدة منهم، تمام؟ طيب هسا الفينوس ريتيرن ببساطة احنا حكينا ما هو مفهومه، هسا ركزوا معي علي انا، تمام؟ الفينوس ريتيرن شو هو مفهومه؟ هو عبارة عن دم بيمشي من مكان لمكان. احنا من سنة أولى لهسا الدم اللي بيمشي من مكان لمكان ليش بيمشي أصلا من مكان لمكان؟ عدا قصة الجاذبية، لأنه هون ملهاش دخل الجاذبية كثير. ليش؟ بس بيمشي من مكان لمكان بسبب إنه ضغط الدم أو السائل الموجود بهذا المكان أعلى من هذا المكان فهو بينتقل. ببساطة الفينوس ريتيرن ببساطة بيعتمد على إيش؟ بيعتمد على فرق الضغط، تمام؟ بيعتمد على فرق الضغط. مشان هيك البسط تبعه كان عبارة عن إيش؟ كان عبارة عن فرق ضغط، كان عبارة عن ضغط الـ MSFP ناقص ضغط الـ right atrium، تمام؟ تمام. هسا شو فرق الضغط اللي بيحكي عنه وشو فرق الضغط تبع الفينوس ريتيرن؟ الفينوس ريتيرن هو عبارة عن فرق ضغط. أنا قلت لك الدم من وين بده يتحرك، أو الفينوس ريتيرن هو عبارة عن شو؟ هو عبارة عن الدم اللي جاي من السيستماتيك سيركيليشن للرايت أتريوم، فهو ببساطة عبارة عن فرق الضغط ما بين السيستماتيك سيركيليشن والرايت أتريوم. لازم يكون الفرق تبع السيستماتيك سيركيليشن أعلى من الرايت أتريوم، مشان شو؟ مشان انه الدم يروح من السيستماتيك للرايت اتريوم، تمام؟ احنا ضغط السيستماتيك سيركوليشن شيء ما بنقدر نحسبه، صعب نحسبه، فبشو عوضناه؟ عوضناه بالام اس اف بي، تمام؟ تمام. الام اس بي ما هو؟ هو اختصار المين سيستماتيك فيلينج بريشر. شرحت لكم انا بالمحاضره الفرق بينه وما بين المين سيركيوليتري فيلينج بريشر، وبغض النظر قيمته الطبيعيه هذا 7. الام اس اف بي ببساطه هو ايش؟ هو عباره عن متوسط ضغوطات كل الارتريز والفين في السيستماتيك سيركيليشن، يعني هو عباره عن متوسط، تمام؟ تمام. هم لما اجوا قالوا احنا كيف بدنا نوصل المعلومه هاي للطلاب؟ قالوا احنا ما بنقدرش نقول لهم متوسط، بجوز يواجهوا صعوبه بالفهم، فشو قالوا؟ قالوا الام اس بي هو عباره عن ضغط كل الارتريز والفين لما نشيل القلب، يعني لنفرض انه شلنا القلب، تمام؟ الارتريز والفين كلهن راح يصيروا نفس القيمه، فشو راح يصير؟ فراح هذا احنا بنسميه الام اس اف بي. نفس شفت التعريف هذا اللي انا قلت لك اياه، لما نشيل القلب بيتساوي ضغط الارتريز والفين، هو نفس مفهوم المتوسط. ليش؟ لانه مين اللي اصلا بيعمل فرق الضغط بين الارتريز والفينز وهي الاشياء؟ هو القلب، تمام؟ لما انت تشيل القلب شو اللي بده يصير؟ بده يصير الاشي اللي ضغطه عالي يعطي الاشي اللي ضغطه قليل، وهكذا لحد ما كله يتساوى بالضغط، تمام؟ التساوي بالضغط هذا هو الام اس اف بي. طب شو التعريف اللي قلت لك اياه اول اشي؟ هو عبارة عن متوسط الضغوطات، فهو نفس الإشي، فهو نفس المفهوم، تمام؟ وزي ما أنت متوقع هو إشي ثيوريتيكال، يعني ما فيش حدا بشيله قلبه وبحسبه لي، تمام؟ ضغط الرايت أتريوم إشي معروف، والريزيستنس راح نحكي عنه هسه. راح نبلش فيهن عامل عامل، تمام؟ راح نبلش فيهن عامل عامل. الام اس اف بي بيعتمد على شو؟ بيعتمد على 3 عوامل. بيعتمد على الفلو، عفوا على الفوليوم وليس على الفلو، بيعتمد على حجم الدم، وبيعتمد على السيستماتيك، وبيعتمد على ايش؟ اعذروا خطي بالله، وبيعتمد على الكومبلاينس، تمام؟ هذا هو الام اس اف بي، بيعتمد على هذول الثلاث، تمام؟ طيب نبلش ضغطه بالفوليوم بيكون طردي. ما هو تنساش انه الام اس اف بي هو عبارة عن ايش؟ الام اس اف بي هو عبارة عن ضغط. طبعا الضغط بده يزيد لما يزيد حجم اللي جوا، بغض النظر زاد شوي او القليل بده يزيده، فهاي الفوليوم اشي منطقي، تمام؟
شو علاقة؟ أما الكومبلاينس عكسي، هسا شو مفهوم الكومبلاينس؟ الكومبلاينس قلت لكم ببساطة مفهومها الحرفي العلمي هو عبارة على قدرة الشريان أو الوريد أو الحجرة، بغض النظر أنا بدي أحكي عن وعاء دموي، تمام؟ الكومبلاينس للفيزل هو عبارة عن قدرة الوعاء الدموي على إنه يستوعب دم بدون ما يتأثر ضغطه. كوني قلت لك كلمة بدون ما يتأثر ضغطه، فمنطقيا الكومبلاينس لها تكون عكسية مع الام اس اف بي، تكون عكسية مع الام اس اف بي. تمام التمام، هذول سهلات، الفوليوم والكومبلاينس سهلة. شو قصة السيستماتيك؟ ببساطة مش السمباثيك، عفوا الاس اختصار السمباثيك. شو قصة السمباثيك ستيميليشن؟ السمباثيك ستيميليشن شو بتعمل لك؟ بتقلل لك من الكومبلاينس، تمام؟ كونها بتقلل لك من إشي علاقته عكسية، فشو بتكون علاقتها مع الام اس اف بي؟ طردية ببساطة، هي بتقلل لك من الكومبلاينس فعلاقتها طردية. ليش؟ لأن الكومبلاينس عكسي، فأنت لما تقلل إشي علاقته عكسية فببساطة هذا الإشي بصير طردي بشكل غير مباشر. كيف بيقلل من الكومبلاينس؟ هسا السمبرتك شو بيعمل بالشريان أو شو بيعمل بالفيزل؟ بخليه أضيق، تمام؟ فبشده، تمام؟ الكومبلاينس على شو بيعتمد؟ بيعتمد على مبدأ المرونة، تمام؟ أساس الكومبلاينس من المرونة، إنه يقدر يستوعب دم زي البالون. طب أنت افرض البالون هذا مثلا غيرت، بدل ما يصير مثلا من مطاط حطيت مثلا بلاستيك، هل راح يكون الكومبلاينس تاعته عالي؟ لا. فالسمبثيكون كانت تشتغل على نفس الشيء، بتعمل تايتنينج بالبلد فيزل، بتعمل تايتنينج فيه، بتصغره، بتقلل من قيمة الكومبلاينس تبعه. فشو اللي بيصير؟ راح يصير، فمثلا الفيزلز اللي مثلا الفيزل اللي الفيزل مثلا اللي مثلا فيزل بمر فيه فوليوم 5 لتر مثلا، طبعا رقم تخيلي مش صحيح، والكومبلاينس تاعيته طبيعية، مثلا راح يعمل لك برشر مثلا مقداره 5، تمام؟ قارن لي اياه بفيزل الكومبلاينس تاعيته قلت، اثرنا عليه بسمباثيك ستيميوليشن، تمام؟ ومر عليه فوليوم 5 لتر، ال5 لتر راح يصير مفعولهم على الضغط اعلى، فراح مثلا الضغط مثلا يصير 100 تبعهم. فهمت شو علاقة السمباثيك؟ السمباثيك بيقلل لك من الكومبلاينس، فبصير تأثير الفوليوم أكثر بكثير على الام اس اف بي. فمشان هيك ببساطة العلاقة الطردية مع الام اس بي هي الفوليوم والسمباثيك، أما علاقة الكومبلاينس فهي علاقة عكسية، تمام؟ طيب شو علاقة الرايت اتريم؟ الرايت اتريم ببساطة هو لاحظ جاي بعد إشارة سالبة بالقانون، فأنت شو متوقع تكون علاقته مع الفينوس ريتيرن؟ شو أنت متوقع تكون علاقة الرايت اتريم مع الفينوس ريتيرن؟ علاقة عكسية، لاحظ أنه جاي بعد إشارة سالبة، يعني هاي سيمبل ماثماتكس، تمام؟ فهسه نعرف شو العوامل اللي بتاثر فيها الرايت اتريوم. يعني انا اللي بدي اقول لك اياه، لما يزيد معناته ضغط الرايت اتريوم راح يقل عند الفينوس ريتيرن، لما يقل عند الرايت اتريوم راح يزيد عند الفينوس ريتيرن، كونه علاقه عكسيه، تمام؟ بينما مثلا الام اس اف بي شو الشحنه اللي قبليته موجبه وجاي بالبسط، فماثماتكس يعني، فعلاقته طرديه مع الفينوس ريتيرن، تمام؟ طيب نكمل اخر نقطه عن الام اس اف بي. هسه شو عامل الام اس اف بي؟ الفوليوم والكومبلاينس والسيمباثيك. فكونه علاقتهم هيك مع الام اس اف بي، وعلاقه الام اس اف بي مع الفينوس ريتيرن طرديه، فعلاقه هذول الثلاث عوامل مع الام اس اف بي نفس علاقتهم مع الفينوس ريتيرن. مثلا الفوليوم لما يزيد هو علاقه معناته بزيد عند الفينوس ريتيرن، لا ليش؟ لانه بزيد عند الام اس اف بي فبزيد عند الفينوس ريتيرن. علاقة الكومبلاينس العكس، هو بيقلل لك من الام اس اف بي فبيقلل لك من الفينس ريتيرن، انه هكذا. فانت خلي هيك اوبن مايند، تمام؟ اربط الاشياء مع بعض. الرايت اتريوم علاقته عكسية، ليش؟ جاي ما هو بعد جاي بعد اشارة سالبة. شو قصة الرايت اتريوم هذا؟ الرايت اتريوم ممكن يزيد، اذا زاد شو بصير عندك بالفينس ريتيرن؟ اذا زاد بقل الفينس ريتيرن لحد ما يوصل صفر، واذا قل عند الرايت اتريوم قيمة الفينس ريتيرن بتزيد، قيمة الفينوس ريتيرن بتزيد. يا ريت الموضوع سهل بجد، موضوع الرايت اتريوم وعلاقته مع الفينوس ريتيرن شوي معقدة. ليش شوي معقدة؟ مشان هذا هو المنحنى تبع علاقة الرايت اتريوم مع الفينوس ريتيرن، هاي هو الفينوس ريتيرن وهذا هو الرايت وهذا ضغط الرايت اتريوم، تمام؟ تمام، لاحظ كل ما زاد عند الفينوس ريتيرن، يعني كل ما مشينا لهون، كل ما مشينا لهون شو اللي بصير بضغط الرايت اتريوم؟ طبعا بدك تعرف ضغط الرايت اتريوم الطبيعي كم؟ صفر، تمام؟ ضغط الام اس اف بي الطبيعي كم؟ 7، هذا ضغطه الطبيعي 7، تمام؟ طيب
فالمهم لما يزيد ضغط الرئة اتريوم، شو اللي بده يصير؟ راح يقل الفرق ما بين هذول الاثنين. فشو راح يصير عند الفينوس تريتر؟ يقل 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 بشكل تدريجي. لاحظ بضل يقل 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 لحد ما يوصل لوين؟ لحد ما يوصل لهون. شو بتمثل هاي النقطة؟ هاي النقطة بتمثل انه ضغط الرايت اتريوم صار قد ضغط الام اس اف بي. بدليل شو؟ بدليل انه الفينوس ريتيرن بصفر. هتقول لي اه ضيف عجقتنا، بدي اسالك سؤال. حسب هذا القانون متى الفينوس ريتيرن بصير صفر؟ ببساطة لما البسط يصير صفر. متى البسط يصير صفر؟ لما الام اس اف بي ناقص البريشر تبع الرايت اتريوم يصيروا قد بعض. اذا صاروا قد بعض فلما تطرحهم مع بعض كم بصير الضغط؟ صفر. او عفوا كم بصير الفرق؟ صفر. فالفينس ريتيرن بصير صفر. فهون ليش صار الفينس ريتيرن صفر؟ لانه ظل يزيد الرايت اتريوم يزيد يزيد لحد ما كم وصلت قيمته؟ 7. لما وصلت قيمته 7، شو اللي هسه قاعد بصير؟ صار ضغطه قد ضغط الام اس اف بي، فصار الفرق بيناتهم صفر، فصار الفينس ريتيرن صفر. فعلى المنحنى راح نشوفه صفر. تمام. بينما لما يقل عند الفينس ريتيرن، لما يقل عندك هذا الفينوس ري... لا لما عفوا لما يقل عندك ضغط الرايت اتريوم، راح يبلش الفرق ما بينه وما بين الام اس اف بي يزداد. فيبلش الفينوس ريتيرن شو ماله؟ يبلش يزيد. فبضله يزيد يزيد يزيد. هسا يا ريت انه الوضع سهل هالقد. في عندي نقطة معينة بسميها هاي النقطة المعينة. لاحظ شو صار الفينوس ريتيرن يعمل بهاي النقطة. بعد هاي النقطة صار الرايت اتريوم يقل بس الفينوس ريتيرن ثابت. هتقول لي ايه حضرتك، مش انت قلت لي كل ما قل ضغط الرايت اتريوم بزيد الفينس ريتيرن؟ ليش هون قل؟ لانه لما يوصل الرايت اتريوم لهاي النقطه، وهي النقطه قيمتها -4، يعني لما يصير ضغط الرايت اتريوم -4، وقتها بصير يتاثر مين عندي؟ الام اس اف بي. ف بصير يقل الفوليوم، فاهم؟ فبصير عامل الفوليوم يقل فيه. ليش؟ لما يقل عندي ضغط الرايت اتريوم لهي الدرجه، ببلش السبيرر الانفيرور فينا كافا يصير لهم كولابسنج، فيقللوا من كميه، فيقللوا من الام اس اف بي. فبصير بعد هاي المرحله اللي هي بالمربع هذا، شو اللي بصير؟ بصير الام اس اف بي يقل والرايت اتريوم يقل. فهذا بقل وهذا بقل، الفرق بيناتهم شو بصير؟ ثابت. فمشان هيك بصير هون الفينس ريتيرن بلاتو. تمام، هاي عند نقطة -4. بينما بالفترة من 0 لـ -4 لا، العلاقة بيناتهم عكسية، قاعد بقل الرايت اتريوم وبزيد الفينس ريتيرن. بعد -4 أو زي ما تقول أقل من -4، بصير هذا قصة البلاتو. تمام. طيب متى ممكن يزيد عندي ضغط الرايت اتريوم؟ شو الحالات اللي ممكن يزيد فيها؟ مثلا بالهارت فيلر. بالهارت فيلر مثلا، خصوصا بالرايت هارت فيلر، بيتجمع الدم بالرايت فنتركل، بعدين بيتجمع الدم بالرايت اتريوم، فبتبطل فبيرتفع ضغط الرايت اتريوم، فبصير ضغطه عالي. تمام. طيب متى بيقل عندي ضغط الرايت اتريوم؟ بيقل عندي بحالات فسيولوجيه، مثلا قلت شرحتها من قبل، اللي هي قصه مثلا السكشن اللي كانت في المحاضره رقم 7. قصه السكشن لما الفنتركل تعمل سكشن للترايكسبيد بزيد حجم الرايت اتريوم فقل ضغطه، وبلا بلا بلا، مش مهم كثير. والريزيستنس بشكل طبيعي، اي شيء فيه ريزيستنس فهو عكسي مع الفلو. كون الفيروس ريتر هو عباره عن فلو، فالريزيستنس هي عكسيه مع الفلو. فالريزيستنس هي عكسيه مع الفلو. تمام. طيب حكينا عن هون، بظل بس عندي شيء واحد بالفينس ريتر بدي اعلق عليه، وهو الستاندينج بوزيشن. ببساطه الدكتور ضايف لكم مفهوم شو قصه انك تقوم بسرعه على الفينس ريتر. بس بدك تعرفه، هو الواحد نايم هيك بيكون رجليه على مستوى قلبه. تمام. لما يوقف فجأة رجليه بصيروا تحت وقلبه بصير فوق. تمام. فشو اللي بصير؟ اللي بصير انه الشخص لما يوقف فجأة بيقل الفينس ريتيرن، وجدوا انه بيقل الفينس ريتيرن. ليش؟ لانه الدم بشكل لحظي او بشكل مفاجئ شو بيصير؟ زي ما تقول بيتراكم بشكل مؤقت وبسيط جدا، بيتراكم باللور ليم، بيتراكم بالفينز الموجودات بالجرين. تمام. تراكم بالفينس الموجودات بالترين، فبشكل بسيط بيقل الفينس ريتر، يعني ببطل الدم يرجع كويس للقلب. تمام. المفروض بعدين طبعا هاي كلنا بنحس فيها، الكبير والصغير، المريض واللي مش مريض، بس شو المفروض جهازك الدموي يعمل؟ عن طريق ريفلكسات معينه خلص يرجع الدم لوضعه الطبيعي حتى وانت واقف. تمام. بس في ناس انه طبعا بدي اقول لك شغله، انت لما توقف ويقل عندك الفينس ريتيرن، تتذكر كل السلسله اللي قلت لك اياها، مو قل عندك الفينس ريتيرن بشكل مؤقت، قل عندك
فبقل عندك الاي دي في، تتذكر الاي دي في، وبقل عندك الكارديك اوت بوت، فبقل عندك الستروك فوليوم، فبقل الكارديك اوت بوت، فبقل ضغط الاورتمي. كلها عمليه متسلسله، كونه قل عندك الستروك فوليوم فبقل عندك ضغط الاورتا. تمام. في عندي حاله بسميها الاورثوستاتيك هايبوتنشن. متى بصير الاورثوستاتيك هايبوتنشن؟ بيقول لك لما الشخص يقوم بشكل مفاجئ ووصل ضغط الرات اتريوم عنده 30، وقتها الشخص هذا في يكون عنده مرض اسمه الاورثوستاتيك هايبوتنشن. شو قصته هذا؟ هذا الشخص بصير يحس انه دايخ كثير وممكن يوقع وممكن يغيب وبلا بلا بلا. تمام. شو الفرق بينه وبين الشخص الطبيعي؟ الشخص الطبيعي لما يقوم بحس بدوخه شوي بعدين بتروح. تمام. متى بصير الاورثوستاتيك هايبرتنشن؟ لما يقل الفينس ريتيرن لدرجه انه ياثر على الاورطه بعد السلسله هاي كلها توصل لاقل من 30. ان شاء الله اكون ما خربطت بالرقم. تمام. طيب هاي تقريبا اول نص من المحاضره خلصناها، انا بوعدكم ما راح اطول فيه. هاي قصة انه علاقة الرايت اتريوم مع الفينوس ريتان، شرحت لكم اياها، البلاتو والداون سلوب، ولاحظ بهاي النقطة تساوي قيمة الرايت اتريوم مع هاي، مش راح اخذ فيها. تمام. تمام. هذول الاشياء، العلاقات نفس اللي انا قلت لكم اياهم. لاحظ هذا علاقة الام اس اف بي مع الفينوس ريتيرن. لاحظ على ايه، على النورمال ام اس اف بي كم كان الفينوس ريتيرن؟ تقريبا هون 5 5 وشوي. لما زدنا الام اف اس بي بي، يعني بي بتمثل لي انه رفعنا الام اس اف بي، علاقه الام اس اف بي مع الفينس ريتيرن طرديه، كل اصل لانها بتزيد لك الفرق تبع البسط. فلاحظ شو صار شو صار بهذا الكيرف، طلع لفوق ولاحظ البيس تبعه راح باتجاه اليمين. فالام اس اف بي لما يزيد شو بياثر لي على الكيرف؟ بيخليه ابورد. يعني كيف، شو تأثير، يعني شو الشفت اللي بيعمله؟ شيفتنج ابورد اند تو ذا رايت. لاحظ البيس تبعه راح للرايت، بينما لما نقلل الام اس اف بي بيصير داونورد، بيقل الفينوس ريتيرن، بيروح الكيرف هذا للليفت بشكل منطقي. تمام. تمام. هذا الكيرف بيمثل لك تأثير السمباثيك. انا هسه قاعد مر لك الشاشه رحتها، شو تأثير السمباثيك؟ قلت لك السمباثيك بيقلل من الكومبلاينس، فبيخلي تأثير الفوليوم اعلى على الام اس اف بي. فلاحظ مثلا الفوليوم هذا، لاحظ الفوليوم مثلا الفوليوم 4 مثلا، لاحظ الفوليوم 4، لاحظ الفوليوم 4 كيف كان تأثيره على ام اس اف بي؟ صفر. لاحظ كان صفر. تمام. هذا بالوضع الطبيعي. جينا اثرنا بسمباثتك ستيميوليشن، صار الفوليوم 4 شو يعمل لك على الام اف اس بي؟ على الام اس اف بي يعطيك رقم، يعطيك بريشر قيمته 4 هون. فاهم؟ فلاحظ تأثير السمباثتك شو أثر لك على الام اس اف بي، زاده كيف؟ خلى قيمة الفوليوم تأثر لي أكثر عليه. تمام؟ ما راح أطول عليه أكثر. تمام. قصة السمباثتك وقصة لما الواحد يقوم وواحد يقعد وبلا بلا بلا شرحناها، والريزيستنس قلنا علاقتها عكسية. في هون سؤال، أنا ليش الام اس اف بي بيظل ثابت على الرغم من انه الفينس ريزيستنس بيطلع فوق وتحت؟ هسا شفت العلاقة اللي انا قلت لك اياها هون. هسا هم كيف بيقيسوا العلاقات؟ هم كيف بيقيسوا العلاقات؟ ان شاء الله تكونوا، كيف بدي اوضح هون مثلا، كيف بيقيسوا يعني هم كيف بيقيسوا علاقة الفينوس ريزيستنس مع، عفوا، الفينوس ريتيرن مع البسط اللي هو فرق الضغط؟ بيثبتوا لك المقام. يعني مثلا كيف بيقول لك، كيف الدكتور بيجيب لك السؤال، لما نثبت الريزيستنس مثلا شو علاقة هذول، ولما بده يحسب لك شو علاقة الريزيستنس بيقول لك اذا ثبتنا البسط شو بيصير معهم. تمام. بس بقول لك معلومة انه الام اس اف بي لا يتأثر مع الريزيستنس، يعني اذا الريزيستنس زادت او قلت ما بيتأثر. ليش؟ الام اس اف بي بيعتمد على شو؟ بيعتمد على 3 عوامل، هي الفوليوم والكومبلاينس وايش؟ والسمباثيتك. هل الريزيستنس بتأثر لك على اي واحدة منهم؟ الريزيستنس هل بتأثر لي على الفوليوم؟ انا لاحظ قاعد بحكي لك فوليوم، مش قاعد بحكي لك لا بريشر ولا قاعد بحكي لك فلو. اذا في من العوامل اللي بيتاثر فيها الام اس اف بي بريشر او فلو، فالام اس اف بي راح تصير تتاثر بالريزستنس، ولكن الام اس اف بي ما بتتاثر ليها. ليش؟ لانه هي بتعتمد على الفوليوم. الفوليوم شو اللي دخل بالريزستنس؟ الفوليوم هي كميه دم، ما له دخل بسرعه الدم، ما له دخل بضغط الدم ولا بشيء. الكومبلاينس لها دخل بقدره استيعاب، ما يعني هي الكومبلاينس هي عامل بيعتمد على مرونه الوعاء الدموي. هل الريزيستنس بتاثر لك على المرونه؟ لا. وبرضه طبعا الريزيستنس ما لها دخل على السمبثيك، فمشان هيك الام اس اف بي ما له دخل بالريزيستنس. تمام. فهذه ببساطه العوامل اللي ممكن تاثر لك على الفينس ريتير، وبالاخير بتاثر لك على الفوليوم. انا رسمت لك الاشياء اللي بتزيد الفينس ريتيرن
هي اشياء بتزيد لك الاندياستوليك فوليوم، فهي اشياء بتزيد لك الستروك فوليوم، فهي اشياء بتزيد لك الكارديك اوتبوت، فهي اشياء بتزيد لك هيك 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 والى اخره الى اخره. تمام، هذا اول جزء من المحاضره، هذا اللي هو الجزء الطويل. ثاني جزء من المحاضره، ثاني جزء اللي هو قصه الستروك فوليوم، وهو الجزء اللي شوي صار فيه عجق المره الماضيه. ببساطه الستروك فوليوم احنا قلنا بيعتمد على عاملين، انترنزك واكسترنزك. الانترنزك اللي هو عباره عن فرانك ستارلينج لو ميكانيزم. يا جماعه ركزوا معي، ما بدي ادوشكم فيها بس بدي اياكم تركزوا معي. شو مبدا فرانك ستارلينج لو؟ ببساطه فرانك ستارلينج لو معناه العلمي كل ما زادت كميه الاي دي في، يعني كل ما زادت كميه الدم الموجوده بالفنتريكل زاد الاسترتشنج، فبزيد عندي شو؟ بزيد عندي قوة الانقباض. هاي هي ببساطة. ففرانك ستارلينج لو على شو بيعتمد؟ بيعتمد على اللهم صل على سيدنا محمد، بيعتمد على عامل المرونة للفنتريكل، بيعتمد على قديش الفنتريكل قادرة انها تمط. ولاحظ انه الها دخل بالكومبلاينس، فالفرانك ستارلينج لو طردي مع الكومبلاينس، لاحظ. المهم، فعلى قد ما الفنتريكل قادرة تمط على قد ما بتصير القوة اقوى. تمام؟ طيب، هذا هو فرانك ستارلينج لو. هسا انت بدك تعرف انا مشان احافظ على الكارديك سايكل اللي عندي طبيعيه، لازم الرايت فنتريكل تطلع لي نفس اللي بالفنتريكل. مثلا الرايت فنتريكل طلع لي 5 بيروحوا للبولمونري، ولازم لما يجوا للليفت فنتريكل الليفت فنتريكل تطلع لي 5. تمام، لازم الاشي يصير هيك. فرانك ستارلينج لو شو وظيفته؟ فرانك ستارلينج لو وظيفته انه مثلا اضطرت الرايت فنتريكل مثلا وصلها دم اكثر، فبدها تصير تطلع دم اكثر. تمام، لما تطلع دم اكثر فبيوصل الليفت فنتريكل دم اكثر، وصله دم اكثر معناته الاي دي في تبعه اعلى، معناته زاد الاسترتشنج تبعه. هون دور فرانك ستارلينج ميكانيزم، انه كونه زاد هذا فهو شو بيعمل لك؟ بيخلي الليفت فنتريكل تنطيق دم اكثر. فلاحظ الرايت فنتريكل اعطتك دم اكثر، الفرانك ستارلينج ميكانيزم خلى الليفت فنتريكل تعطي دم اكثر. هذا الاشي شو بيساهم؟ بيساهم انه الكارديك سايكل تضل عندي منتظمه. تمام، طيب صلح يا سيدي محمد، احنا هسه بدنا ناخذ 3 حالات. الحالة الأولى لما يخرب عندي الفرانك ستارلينج لو ميكانيزم، شو اللي ممكن يصير؟ لما يخرب عندي يا جماعة الفرانك ستارلينج لو ميكانيزم، اللي بصير اتخيل الرايت فنتريكل طلعت لي دم أكثر، وصلت عندي للليفت فنتريكل. الليفت فنتريكل اللي فرانك ستارلينج لو فيها خربان. أنا قلت لك الفرانك ستارلينج ميكانيزم على شو بتعتمد؟ ليش الشاشة بتكبر؟ الفلانك ستارك ميكانيزم عشان بتعتمد؟ بتعتمد على قدرة الفنتريكل على انها ستريتشنج. فلما اقول لك فرانك ستارلينج لو ميكانيزم خربانة، معناته الفنتريكل مش قاعد، يعني عملية الريلاكسيشن عندها خربانة، مش قاعد تستوعب، يعني مش مرنة مع الدم اللي قاعد بفوت فيها. فراح يفوت فيها كمية دم بس ما راح يفوت فيها كل الدم، ما راح يفوت فيها كل الدم. راح يظل الدم وين يتراكم؟ راح يظل الدم يتراكم بالليفت فنتريكل، عفوا بالليفت اتريوم. الليفت فنتريكل قاعد بيوصلها دم كثير بس مش قاعد بتاخذه، لانه الريلاكسيشن تبعها مش مظبوط. فشو بده يصير؟ الدم اتجمع بالليفت اتريوم، فبناء عليه راح يتجمع يتجمع يتجمع، بعدين راح يتجمع عندي بالبلمونري فيزل ويعمل لك عندي بالبلمونري ايدما، والعكس. مشان ما تقولش اشمعنى انت مغاوز مع الليفت اتريوم، افرض مع الجهه الليفت، افرض انه الجهه الرايت هي الخربانه فيها الفرانك ستارلينج لو، والليفت فنتريكل صالع الدم اكثر. الليفت فنتركل طلع الدم اكثر للسيستماتيك سيركيليشن، وصل للرايت اتريوم، وصل للرايت اتريوم، بعدين المفروض يروح للريفت فنتركل. الرايت فنتركل عفوا، الرايت فنتركل عندي برضه الريلاكسيشن تبعها خربان، ما راح تستوعب دم. فشو راح يصير؟ فراح يتجمع الدم بالرايت اتريوم، بعدين راح يتجمع بالسيستماتيك سيركيليشن ويعمل لي سيستميك ايديما، راح يعمل لي سيستميك ايديما، او بنسميه بريفرال ايديما، نفس السيستميك ايديما. فلاحظ تاثير فرانك ستارلينج لو اذا كان عندي، اذا لغينا الفرانك ستارلينج ميكانيزم، اذا لغينا الفرانك ستارلينج ميكانيزم مثلا بالليفت فنتريكل راح يعمل لي بولمونري ايديما، اذا لغيناه بالرايت فنتريكل راح يعمل لي سيستميك ايديما. تمام، هاي اول نقطه او اول مشكله ممكن تصير لي. تمام، طيب ثاني إشي ممكن يصير اللي أنا ما بدي أرجع أجيكم فيها. تمام، وهي قصة هذا الكيرف. هذا الكيرف شو بيحكي لك؟ بيحكي لك هاي أول مشكلة، إنه لما فرانك ستارلينج لو يخرب. هسا أنا بدي أعطيك مشكلة ثانية، بدي أعطيك مشكلة إنه فرانك ستارلينج ميكانيزم شغالة بس عندي هارت فيلر. بس قبل ما أعطيكها بدي أكتب كم شغلة. أنا بالوضع الطبيعي الإي دي في كم قيمتها؟ الاي دي في اللي هو كميه الدم اللي بتكون بالفنتريكل قبل انقباضها المفروض تكون 130.
تمام. المفروض ال 130 هذول شو يصير فيهم؟ يطلعوا 80 منهم بالستروك فوليوم، تمام، يطلعوا منهم بالستروك فوليوم 80، و50 يظلوا كشو؟ ك اند سيستوليك بريشر اللي هي الاي اس في، يعني 50 بيظلوا كاي اس في. تمام. بدي اعطيك كيسين، وحده وحده لما يكون عندي هاي ريزيستنس، يعني راح نبلش باللي فيها هاي ريزيستنس. شو يعني هاي ريزيستنس؟ يعني انه السيستماتيك سيركوليشن الريزيستنس تاعتها صارت عاليه، ايش راح ناخذ اتوقع في محاضرات جايه. لما انا تكون عندي ضغط الاورتا عالي، تخيل انا عندي ليفت فنتركل بتضخ باورتا، لما يكون عندي ضغط الاورتا عالي شو راح يصير بالليفت فنتركل؟ الليفت فنتركل راح تصير تطلع، راح تصير تبذل مجهود كبير مشان انها تتغلب على هذا الريزيستنس. فهل انت بتتوقع يظل عندي كمية الدم اللي بتطلع من القلب اللي هو الستروك فوليوم نفس القيمة 80؟ لا. ليش؟ لأنه بتصير جهدها تبذل جزء أكبر بإنها تقاوم الريزيستنس مش بإنها تطلع الدم. هسا الليفت فنتركل هي وظيفتها تعمل أشياء، إنها تطلع ضغط أقوى من ضغط الأورتا، وثانيا إنها تطلع دم. فلما تبذل جهد أكبر على إنها تقاوم الضغط، الدم اللي بتطلعه راح يصير أقل. فبهاي الحالة شو اللي بيصير بهاي النبضة لما يكون ضغط الضغط لما يكون الضغط تبع الليفت فنتريكل عالي؟ شو راح يصير؟ راح يصير عندك بدل ما إنه الستروك فوليوم يكون 80 راح يصير 50. فمين راح يزيد عندك؟ راح يزيد عندك الإنت سيستوليك فوليوم، راح يصير عندك الإنت سيستوليك فوليوم 80. تمام؟ امشي لي فيها، امشي لي امشي لي امشي لي فيها للدورة اللي بعدها. الدورة اللي بعدها شو بده يصير عندي؟ راح ترجع الليفت فنتريكل تستقبل دم. طيب هي بتستقبل الدم اللي وصلها، تمام. لاحظ بدها ترجع تستقبل دم، بس كمية الدم الموجودة فيها اوريدي اكبر من الوضع الطبيعي. فالدم اللي بدها تستقبله زائد الدم اللي كان موجود راح تكون قيمته اكبر من القيمة الطبيعية. معناته الانديستوليك فوليوم بالدورة اللي بعد الدورة الأولى اللي قامت فيها ريزيستنت شو راح يكون؟ الانديستوليك فوليوم راح يكون أعلى. كونه كان أعلى، مين اللي هون فيدني؟ الفرانك ستيرنج لو ميكانيزم. فالفرانك ستيرنج لو ميكانيزم شو بيعمل بالدورة اللي بعد الدورة الأولى؟ كونه زاد الإي دي في فزادت الستريتشبيليتي، فراح يعمل لي كونتراكشن أقوى يطلع لي الدم الزيادة. فأنت فهمت أهمية الفرانك ستيرلينج لو بأنه مثلا يكون عندي ريزيستنس عالي يكون عندي ريزيستنس عالي بالأورطة، انه ماشي الدورة الأولى راح تطلع لي دم أقل، بس الدورة اللي بعديها لأنه صار كمية الدم المخزنة بالفنتريك الأعلى، الفرانك ستيرلينج ميكانيزم راح تشتغل فتطلع لك دم أكثر من الطبيعي، مثلا بترجع لك إياه للوضع الطبيعي، بتصير مثلا تطلع 80 أو 90، المهم تطلع لي الزايد وترجع الإشي لوضعه الطبيعي. فالفرانك ستيرلينج لو از لايف سيفينج، كثير مهم. تمام، هذا أول سيناريو. ثاني سيناريو بالهارت فيلر، ثاني سيناريو بالهارت فيلر. فهذا هو الوضع الطبيعي، هذا هو الوضع الطبيعي. تمام، طيب هذا الوضع الطبيعي برضه اللي بتبني عليه سيناريو الهارت فيلر، انه الاي دي في 130، 80 منهم بيطلعوا بستروك فوليوم و50 بيظلوا بالاي اس في. شو قصه الهارت فيلر؟ الهارت فيلر معناته انا عندي ضعف في عضله القلب، مشكله. ليش؟ لانه الفرانك ستيرلينج ميكانيزم على شو بيعتمد؟ هو بيعتمد على انه يصير عند ستريتشنج يعني فلكسبيليتي، بعدين بيعتمد على كونتراكشن، فالكونتراكشن فيه كثير مهم. تمام، فالكونتراكشن فيه كثير مهم. ف بدي اياك تعتبر بنفس الطريقة انه عضلة الليفت فنتركل عندي ضعيفة وبدها تلف اول دورة، بنفس الطريقة العضلة نفسها ضعيفة فراح تصير تطلع عندي دم اقل، فالستروك فوليوم راح يقل. بنفس الطريقة راح يصير يطلع 50، وهون راح يصير عندي 80. تمام، هون راح يصير عندي 80. تمام، الاند سيستوليك فوليوم راح يصير عندي 80. بنفس الطريقه راح تلف السايكل، الاي دي بي راح يكون اكثر، فالفرانك ستيرلينج ميكانيزم راح شو تعمل لي؟ راح تزيد لي من قوه الكونتراكشن. تمام، زي مين؟ زي السيناريو الاول اللي حكينا تبع الهاي ريزيستنس. لكن شو المشكله هون؟ المشكله هون يا صديقي انه لا تنسى انه الفرانك ستيرلينج ميكانيزم برضه بتعتمد على الكونتراكتيليتي مش بس على الاي دي في. فتنساش انه عضله القلب الهارت فيلر ضعيفه، فماشي هي الايد الفرانك ستيرلينج ميكانيزم راح تحاول تصحح الزياده بالاي دي في بانها شو تعمل؟ تزيد لي من قوه الكونتراكتيليتي، بس انا الكونتراكتيليتي عندي ضعيفه ليميتد، فاهم؟ يعني الفرانك ستيرلينج لو بيساعد كثير عندي بالهارت فيلر، وهو يعتبر لايف سيفينج، عفوا يعتبر فرانك ستيرلينج لو لايف سيفينج. ليش؟ وبزيد لك من قوة الكونتراكتيليتي، بس لا تنسى انه بالنهاية العضلة اضعف من وضعها الطبيعي، ففرانك ستيرلينج ميكانيزم بالعضلة الطبيعية
مش راح يكون له نفس التأثير بالعضلة اللي هي نفسها ضعيفة، فاهم؟ ما راح يكون له نفس التأثير زي مثلا السيناريو الأول، قلنا الريزيستنس عالية، بس طالما العضلة شغالة، الفرانك ستارلينج ميكانيزم بيرجع لك الوضع كأنه ظابط 100%، بس هون العضلة ضعيفة، راح تحاول تطلع عندي دم أكثر، بس ما راح تقدر ترجع لي إياه للوضع الطبيعي لأن العضلة ضعيفة. فمشان هيك في حالات الهارت فيلر الفرانك ستارلينج لو ميكانيزم مش كافي لوحده بانه يحمي الشخص من الهارت بروبلم. الفرانك ستارلينج ميكانيزم بتحمي الشخص من انه يموت بس ما بتصحح المشكله، مهم كتير احفظها هاي. الفرانك ستارلينج ميكانيزم بالهارت فيلر بتحمي الشخص من انه يموت بس ما بتحميه من المشكله، ما بتصحح المشكله. مين اللي بصحح المشكله؟ ميديكيشن. الميديكيشن زائد الفرانك ستارلينج ميكانيزم ممكن ترجع لي اياه للوضع الطبيعي، تمام؟ تمام. بينما بالسيناريو الاول تبع الريزيستنس الفرانك ستارلينج ميكانيزم هي لايف سيفر، حمت الواحد من انه يموت زائد رجعت لي الاشي للوضع الطبيعي. بينما في موضوع الهارت فيلر لا، فرانك ستارلينج ميكانيزم بتقلل لك من تاثير المشكله، فهي بتحمي الواحد من انه يموت ولكن الشخص هذا بحاجة ميديكيشن، وهذا هو الإشي اللي مكتوب هون. هذا الإشي اللي مكتوب هون، هذا الإشي اللي بوضحه هاي الصورة. لاحظ بهاي الصورة هذا الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي هو الإشي اللي بالنص، الإشي اللي بالنص واحد قلبه طبيعي والفرانك سامي عنده شغالة، تمام؟ حالة الهارت فيلر الدورة الأولى لإله قلت لك شو بصير يطلع، بدل 80 مثلا يصير يطلع عندي 50 ستروك فوليوم، فبيتجمع عندي الاي اس في، فبناء عليها الدوره اللي بعديها بتكون الاي دي في اعلى، فالفرانك ستاك ميكانيزم بتصير تطلع دم اكثر من الدوره الاولى. فلاحظ هون دي هي شو؟ دي هي بتمثل لي تاثير الفرانك ستارلينج ميكانيزم بشخص عنده هارت فيلر. لاحظ حاولت تصحح لي من وضع سي، ولكنها لاحظ دي اذا بدك ترسم خط افقي بتظل اقل من ايه؟ يعني لاحظ وضع دي اوكي احسن من وضع سي، بس بيظل اقل من الوضع الطبيعي. يعني فرانك ستارلينج ميكانيزم ما بترجع لك بالوضع الطبيعي، فانا كيف بدي ارجع دي للوضع الطبيعي؟ مثلا ارفعها لاي او ارفعها لاي، بعطيه ميديكيشن، تمام؟ فالفرانك ستارلينج ميكانيزم بتحسن لك من وضع الهارت فيلر، بس يعني بتحميك من انك تموت بس ما بترجع الوضع الطبيعي. مين اللي برجع لك اياه بالوضع الطبيعي؟ اشكين فرانك ستارلينج ميكانيزم زائد الادويه، فالادويه بالهارت فيلر شيء اجباري، تمام؟ تمام، هاي هي قصة الستروك فوليوم. أنا قلت لك الستروك فوليوم أول عامل لإله انترنزك، تمام؟ والانترنزك شو سميناه بالمحاضرة الماضية؟ هيتيرومتريك، هيتيرومتريك، تمام؟ وأنا قلت لك ليش سميناه هذا هيتيرومتريك وليش سميناه هذاك هومومتريك، حكيتها في هذا ما راح أرجع لكم، بس هذا بنسميه هيتيرومتريك. فالهيتيرومتريك هو نفسه تأثير فرانك ستارلينج لو ميكانيزم. التأثير الثاني وهو الأسهل اللي هو تأثير الهومومتريك أو تأثير الإكسترنزك. اكسترنزك يعني إشي من برا، ببساطة إنه إشي من برا يأثر لك على الكونتراكتيل في نفسها، يعني ببساطة الإي دي في ما إله دخل هون، فاهم؟ الإي دي في والستريتشابيلتي ما إلها دخل هون، هون مين اللي له دخل؟ إشي بيأثر لي على العضلة نفسها، ممكن يكون سمباتيك. مش إحنا قلنا السمباتيك له يونوتروبيك إفكت؟ شو يعني يونوتروبيك إفكت؟ يعني إنه بيروح لك على العضلة نفسها وبيزيد لك من الكونتراكتيلتي. هل هذا له دخل بالاي دي في؟ لا، فهذا شيء بنسميه اكسترنزك، شيء من برا، تمام؟ ممكن يكون سمباتيتك، ممكن يكون هرمونز، ممكن يكون بلا 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 بلا، ممكن يكون شيء كثير اشياء. فهو شيء بياثر لك على الكونتراكتيلتي بحد ذاتها، ما له دخل بالاي دي في شو ما كانت الاي دي في. بينما الفرانك ستارلينج ميكانيزم بيعتمد على الاي دي في وعلى الكونتراكتيلتي، اما هذا ما بيعتمد لك الا بس على الكونتراكتيلتي، ما له دخل بالاي دي في، فما له دخل بالستريتشابيلتي، تمام؟ تمام. اخر محاضره كثير سهل، قصة الأعوام المؤثرة على الميوكارديال كونتراكتيليتي. الريد لاين بتمثل لك الأشياء اللي بوستيف. حتقول لي شو دخل بالمحاضرة؟ حقول لك هي المحاضرة هي بس بتحاول تربط لك الأشياء مع بعض، يعني الأشياء البوستيف هي الديجيتاليس، الجلوكاجون، الزانثاينز، الكيتاكولاماينز، السيمباتيتك. هاي الأشياء كلها تأثيرها بوستيف على الكونتراكتيليتي، فهي بوستيف على الكونتراكتيليتي. فهاي العوامل شو تعتبر؟ هي تعتبر من الاكسترنزك ريجوليشن الستروك فوليوم، تقدر تعتبرها هيك لانهم بياثروا لي على الكونتراكتيليتي بس ما لهم دخل بالاي دي في، وكل واحده لهم طريقه شغل. فمثلا الديجيتاليس شو بيعمل لك؟ بيعمل لك انهيبيشن لهذا الاشي، وهذا الاشي بيزيد، ولما تعمل له انهيبيشن بيزيد لك من كميه الكالسيوم الموجوده جوا. الاكزانثاينز
اللي هو مثال عليه الثيوفيلين، شو بيزيد لك؟ بزيد لك من السكند ماسنجر، بزيد لك من كونتراكتيلتي. ما في داعي تتعمقوا بالديجيتالس والاكزانثاينز، افهموا بس الاشياء اعرفوا الاشياء المكتوبه هون. تمام، السمباثيتك قلنا له دايركت افكت، اصلا دايركت يونتروبيك بوزيتيف افكت، له دايركت بوزيتيف يونتروبيك افكت. تمام، الكاتكولاماينز زي الابنفرين نورفرين طبعا لهم شيء موجود. تمام، الجلوكاجون مش مهم. الاشياء اللي هم نيجاتيف افكت، الباراسمباثيتك، الباراسمباثيك بيأثر لك على الهارت ريت بس ما بيأثر لك على الكونتراكتيلتي بشكل مباشر. قلنا الباراسمباثيك ما بيأثر لك على عضلات الفنتريكل بس بيأثر لك على الهارت ريت، والهارت ريت له أشياء معينة بيأثر لك فيها على الكونتراكتيلتي. الهارت فيلر طبعا له نيجاتيف افكت على الكونتراكتيلتي من ضعف بالعضلة. الانفاركشن، بعض أنواع الدراجز زي الكوينيداين، بروسينامايد والباربيتورين، هاي مهم كثير تحفظوهن. الهايبوكسيا والهايبركابنيا والسيدوسيس برضه لهم نيجاتيف افكت. تمام، لاحظ الاشياء اللي كان لهم بوزيتيف افكت اللي هم هذول، شو بدهم يعملوا لك بهذا الكيرف اللي هو تبع الستروك فوليوم؟ راح يرفعوا لك اياه لفوق، واللي لهم نيجاتيف راح ينزلوا لك اياه لتحت. تمام، برضه هاي الاشياء اللي لها دخل بالفنتريكولر يونوتروبي، بالفنتريكولر يونوتروبي يعني هي الاشياء اللي بتاثر لك على الكونتراكتيليتي تبع الفنتريكل. تمام، يعني على العضلات الفنتريكل نفسها، ما لهاش دخل بالكهرباء، لا على قوة العضلات نفسها. السمباثيتك والسكيتاكولوماينز والافتر لود والهارت ريت كلهم شرحناهم، السمباثيتك راح نشرحها تحت اكثر. بس شو مفهوم الافتر لود؟ زيادة الريزست، الافتر لود اللي هو الريزيستنس. شفت الريزيستنس شرحت لك اياها قبل شوي، شفت كيف اثرت لي على الكونتراكتيليتي عن طريق فرانك ستانلي ميكانيزم، بلا بلا بلا، هون نفس الشيء. يعني الهارت ريت، مع انه الهارت ريت هو شيء مرتبط بكهربائيه القلب بس ممكن ياثر لك على قوه انقباض العضله نفسها، لانه الهارت ريت لما يزيد بقلل لك من فتره الريلاكسيشن، فهو شيء كويس لليونتروبي. كاتاكولوماينز وبلا بلا بلا. تمام، تمام، هاي الاشياء. تمام، هون بيحكي لك عن كيف السمباثيتك له تاثير الفنتريكولار يونتروبي. اولا تاثيره على الال تايب، ثانيا تاثيره على الفوسفولامبان، ثالثا تاثيره على التروبونين اي، وهم اخر شيء في المحاضره احكي عنهم بشكل سريع. الال تايب كالسيوم شانلز هم عباره عن قنوات الموجودات على السي اي شانلز من برا. وين بيكونوا موجودات؟ لما يوصل عند التيار كهربائي الى التي تيبيولز، اذا بتتذكروا بالمحاضره الاولى، هاي القنوات راح تفتح فيصير يدخل عندي كالسيوم من برا الخليه. احنا قلنا الكالسيوم بالخليه العضليه القلبيه له مصدرين، يا اما من الاندوبلازم كريتيكولم او عن طريق برا الخليه عن طريق هاي القنوات. فلما تفتح هاي القنوات راح يزيد عندك من دخول الكالسيوم وراح يزيد عندك من هون، فالسمباثيك وظيفته يفتح لك هاي القنوات. تمام، تمام. الفوسفولمبان، الفوسفولمبان شو وظيفته؟ تتذكر قناه السيرسا؟ تتذكر قناه السيرسا؟ قناه السيرسا شو كانت وظيفتها؟ كانت تستعجل اللي في عمليه الريلاكسيشن. كان لها وظيفتين، تستعجل اللي في عمليه الريلاكسيشن، وثانيا تحافظ لي على مخزون الكالسيوم بالساركوبلازم كريتيكولم. ليش؟ السيرسا هي عباره عن قناه موجوده على الساركوبلازم كريتيكولم، وظيفتها انه بعد ما يخلص الكونتراكشن شو تعمل؟ اللي ترجع تفوت لي الكالسيوم جوه الساركوبلازم كريتيكولم، فوظيفتها تسرع لك عمليه الريلاكسيشن كونها بترجع الكالسيوم لمخازنه، وثانيا بتحافظ لك على مخزون الكالسيوم بكميه كويسه. تمام؟ فمشان هيك الفوسفولمبان شو كان يعمل لك؟ كان يعمل لك انهيبيشن لإلها. فالفوسفولمبان كان تأثيره سلبي على عملية الكونتراكتيليتي لأنه بيقلل لك من عملية الريلاكسيشن أو بيبطئ لك منها، فبيبطئ من حدوث الكونتراكشن اللي بعده وبيقلل لك من تخ من 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 مخازن الكالسيوم. فشو تأثير السمباثيك؟ تأثير السمباثيك يعمل الفوسفولمبان هذا انهيبيشن فيخلي السيرسا اكتيف. تمام، كيف بيعملوا انهيبيشن؟ بيعملوا له فوسفوريليشن، السمباثيك بيعمل له انهيبيشن للفوسفولمبان، فالسيرسا بتظلها اكتيف، فالسيرسا بتقلل من وقت الريلاكسيشن وبتزيد لك من مخازن الكالسيوم. تمام، اخر واحد هو الفوسفوريليشن اوف التروبينين اي. كان تاثير السمبثيك على التروبينين اي زي ما هو مكتوب عندكم، بزيد من الريت اوف سي اي ديسوسيشن من التروبينين سي، فبزيد لك من المسل ريلاكسيشن. قارن للمكتوب هون، هاي نقطة عليها خلاف لانه مع اللي مكتوب هون. كاتب لك الدكتور هون انه تاثير الفوسفوريليشن للتروبينين اي بيزيد لك السنسيتيفيتي للتروبينين اوف التروبينين سي تو كالسيوم، فبزيد لك من سي اي بلس بلس فورميشن. هاي متناقضه مع هاي، وانا قلت لكم اسال الدكتور عنها وفي طلاب سال الدكتور عنها بس ما حصلوا الجواب. انا بحثت عنها المره الماضيه، ما كنت بحث عنها لانه ما حسيتش انها معلومه مهمه، بس لانه كثير طلاب سالوني عنها بحثت عنها في مواقع. شوف الموقع هذا شو كاتب لك، الفوسفوريليشن اوف التروبينين اي شو بيعمل لك؟
بقلل لك من السي اي سنسيتيفيتي، فلما يقل عندي من السي اي سنسيتيفيتي راح يزيد من الديسوسيشن بين التروبينين سي والكالسيوم، فراح يزيد بنفس طريقة بنفس طريقة السيرسا، فراح يزيد من سرعة الريلاكسيشن، راح يزيد من سرعة الريلاكسيشن ويزيد من انه تبرش فترة الكونتراكشن اللي بعدها. تمام، هيك كاتب هذا البحث. بينما الدكتور شو كاتب لك هون؟ بزيد لك من السنسيتيفيتي. البحث كاتب لك بقلل لك من السنسيتيفيتي، وانا بقول ترجع تسأل الدكتور عنها. هو هون بقلل لك من السنسيتيفيتي. هسا شو اللي بتعمل لك السمباثيتك؟ انا بدي اقول لك الصح، بدك ترجع تتأكد من الدكتور، تأكد براحتك، بس انا بدي اقول لك الصح. التروبينين اي الفوسفوريليشن له شو بيعمل لك؟ بقلل لك من السنسيتيفيتي لتروبينين سي. التروبينين سي هو اللي بيرتبط فيه الكالسيوم، قلل لك من السنسيتيفيتي تاعيته، فبزيد من الديسوسيشن اوف التروبينين سي من الكالسيوم، فبزيد من ف ف ف فبسرع عملية فك الكالسيوم عن التروبينين سي، فبسرع رجوع الكالسيوم لجوا السيركوبلازم ريتيكولا وين يطلع لبرا، فبسرع من عملية حدوث الكونتراكشن اللي بعده. فمشان هيك هذا تأثير السمباثيك عليه. بدكم ترجعوا تتأكدوا منه. ما عندي مشكلة. تمام، قست السكند ماسنجر مش موجودة فوق، بس هاي قست السكند ماسنجر نفسها قست الثايوفيلين، صح؟ احنا قلنا اذا السكند ماسنجر برضه ممكن يأثر على السمباثيك والثايوفيلين، بس طبعا هون مش جاي بصير طبعا السمباثيك اصلا. ببساطة الكامب هو احد السكند ماسنجر اللي بيزيدوا لك، اللي بينقلوا لك الاشارات من برا لجوا، فلما يزيد بزيد من قوة الإشي، تمام؟ أو بزيد لك من قوة الإشارة ببساطة. فلما يزيد الكامب بزيد لك من contractility. إيش الأشياء اللي بترفع لك الكامب؟ الدواء اللي حكينا عنه هون، اللهم صل على سيدنا محمد، الإكزانثاينز، ومثال عليه الثايوفيلين. هي هو الأشياء اللي بترفع لك من الكامب، تمام؟ أتوقع ما ظل شيء، ما ظل شيء، تمام؟ وقصة الال تايب إنه بيفتح الكالسيوم شانلز في مرحلة البلاتو، إشي شرحناه بالمحاضرة الأولى، ما راح أرجع أتطرق لهون. هيك كان بس إشي سريع. إن شاء الله المحاضرة هاي حتفيدكم جدا 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 جدا، لأنه فيها ربط كبير للأفكار. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. يعطيكم العافية ومع السلامة، واستنونا في المحاضرة التاسعة.